مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي وحلقة جديدة من ألعاب الصلاة. النهاردة قبل ما نبدأ الحلقة وأنا جاي النهاردة قعدت أفكر الرياضة ليه لعبنا رياضة؟ أو ليه بنلعب رياضة؟ أو ليه بنخلي ولادنا يلعبوا رياضة؟ بنبوش على الرياضة ليه؟ ما بنخليش الولد يذاكر بس، بالعكس بيذاكر ويروح يلعب رياضة ويذاكر ويلعب رياضة، الاتنين مع بعض حلقة واحدة. دايما كل الناس في العصر اللي احنا فيه ده دلوقتي بيبوش كل ولاده على الرياضة. ليه الرياضة؟ الرياضة عشان تمنعنا من حاجات كتير، تمنعنا من سلوك نتمنى لولادنا ان ما يكونش فيه سلوك خارج المجتمع، يعني سلوك مش مظبوط الولد بيتعلمه لما بيبتدي يقعد في شوارع، في الاماكن، في اماكن تانية كتير، فيبتدي الولد يتعلم رياضة عشان الصحة، عشان الصحة بتاعته، علشان يفضل نفسيا مستريح لما يلعب رياضة وضخ الدم يشتغل، يروح يذاكر بشكل كويس في بيته. مش لازم كلنا نطلع أبطال، لكن الأهم إن ولادنا يلعبوا رياضة. فليه السبب بالرياضة؟ السبب الرئيسي علشان الصحة العامة، عشان نبقى ولاد رياضيين، ولاد عندنا نفس وصحة وقدرة على التركيز في أشياء أخرى. دي حاجة مهمة جدا 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 لكل الولاد. لكن الرياضة بنبدأها كده، بنبدأها رياضة عامة، بعد كده بنخش في رياضة تخصصية شوية، بعد كده تنافسية، بعد كده احترافية. كل مرحلة من دول بتعلمنا حاجة. لو هي رياضة عامة بتعلمنا السلوك العام في وسط الناس، سلوك مجتمعي، اللي احنا نتعامل ازاي مع كل الأطراف. يعني ايه نتعامل مع كل الأطراف؟ يعني نشوف اللي قدامنا واحنا بنلعب معاه نتعرف عليه بأدب باحترام. هو ده الشكل العام، ده الاسلوب السهل للرياضة. شوية بنبتدي نخش على لعبة تنافسية، بنتنافس مع لعيب تاني مش لعيب نفس النادي، لعيب بره، بره النادي، بنتعلم معاه وبنتكلم معاه، بنشوف افكار تانية، بنشوف مبادئ تانية، بنشوف كلام تاني، لكن في الاخر هي رياضة. رياضة اخلاق، بتعلمنا الاخلاق ازاي، بنقول الف مبروك ونقول هارد لك بتاع. هي دي الرياضة في العالم كله، في أوروبا هي دي الرياضة عندهم. لما نخش في الاحترافية بنختلف تماما. ليه؟ لأن واحد زائد واحد في الاحتراف بيساوي اتنين. محترف عارف يعني إيه دوره كلعيب، عارف يعني إيه دوره في الملعب، عارف إيه واجباته تجاه المدرب، تجاه ناديه، تجاه جمهوره، عارف كل حاجة، كل حاجة ماشية سيستم في الاحتراف. وده شيء مهم جدا جدا. لكن في والواحد بيلف الدنيا شاف صورة مهمة، صورة مهمة نوريها للناس ونقول من أجل دي اتعملت الرياضة، من أجل الصورة دي. الصورة دي هي أهم صورة ممكن الواحد يشوفها. الصورة دي لو شفناها هيطلعها لنا دلوقتي حالا. لو شفناها، بص الصورة، الصورة دي ليها معاني كتير، معاني تدرس في الرياضة. الولد رجليه مش موجوده اليمين، بس واقف بيلعب سباق في النيل ومبسوط وفرحان ورافع ايديه. هي دي الرياضه، الاراده والتحدي والعزيمه اللي كل ولادنا لازم يكونوا عندهم. صوره مهمه جدا، مش عايزينه نكسب او نخسر، بس هو لعب رياضه عشان يتحدى نفسه. بيتحدى نفسه اولا عشان يتحط في مرتبه عاليه في الرياضه. الرياضه ده شيء مهم، شيء مهم جدا جدا. صورة ولا أروع ولا أحلى ولا أجمل من كده، صورة تستحق التقدير والإشادة، إن هو عنده عزيمة وإصرار. الطرف التاني اللي ماشي مع الرياضة أولياء الأمور، هما اللي بيتعبوا، بيودي من درس وينزل تدريب ويطلع من تدريب ويودي مدرسة ويرجع. أولياء الأمور النهاردة في العصر الحالي نقدر نقول عليهم ان هم اساس منظومه في الرياضه، اساس، جزء مهم جدا، جزء مهم في الرياضه ما نقدرش من غيره، لان هو اللي شايل الحمل. يعني ايه شايل الحمل؟ شايل حمل ولد او اتنين، بيوديه هنا ويرجعه من ماتش ويودي مدرسه ويرجع من الدرس وهكذا. لازم نشكرهم ونقول لهم احنا بنسبورت الاولياء الامور ان هم يسبورتوا الولاد. لازم نقول كلمه شكر وعارفين بالجميل، لان هم فعلا بيتعبوا، بيتعبوا، مش يتعب كده اي كلام. اللي عاشر وشاف وحس وشاف ولي الامر بيتعب قد ايه،
لازم النهارده نقول له شكرا ليك، لانه بيطلع ولد للمجتمع المصري صحته كويسه جدا، باصص على الرياضه، ما بيبصش على اي حاجه تانية، وبيطلع كمان يمثل النادي او يمثل بلده. فده شيء مهم لازم نقول شكرا. بتتعبوا جامد جدا، وفعلا ربنا يوفقكم قوي يكرمكم، لان فعلا تعبكم ده ما بيجيش على الفاضي. في الاخر الرياضه بتعلمنا الاخلاق، الاخلاق الكويسه. نتمنى الناس كلها تاخد منهج الرياضه وما تتحدش في امور زي النهارده كده. لاعب رحمه الله عليه، لاعب نادي الزمالك اللي توفى، علاء علي توفى، كابتن علاء توفى، لقيت كل الناس متوحده تجاهه. يا ريت ما نتوحدش في الموت، يا ريت نتوحد كمان في الايام العاديه السهله، كل واحد يبص على ناديه ويتكلم على ناديه ويدافع عن ناديه كمان. لكن في الاخر نتمنى المنظومه تكون فيها شويه هدوء، ونسيب الناس تحكم على المنظومه الرياضيه في اي كلام بيتقال. نتمنى ان الكباتن بتوعنا هم في كلامهم محسوب عليهم، محسوب. لما انا بتكلم النهارده الكلام ده محسوب عليا بحكم لعبي قبل كده، وبحكم اي كابتن ممكن يتكلم جوه المنظومه الرياضيه. نتمنى شويه هدوء في المنظومه الرياضيه علشان نقدر في المرحله اللي جايه باذن الله يكون عندنا رياضه كويسه جدا. لو خلصنا اول نقطه وخلصنا الكلام على الرياضه، ونخش بقى في الرياضه النادي الاهلي، ونخش على اخبار النادي الاهلي، ونخش على نجمه كبيره او بطوله اتحققت على ارض اوغندا، كويس، مع بنات مصر. بنات مصر اللي هم ثلاث بنات في السله، حققت بطوله افريقيا في الثلاثه اللي هي تتويج في 3 على 3. النادي الاهلي عنده ثلاث بنات، كابتن سوريا احسن لعيبه في افريقيا، وكابتن هاله مصطفى ونور طلعت، ما شاء الله عليهم بيحصدوا الميداليه الذهبيه لاول مره في تاريخ كره السله. لا ده حققوا بنات واولاد ورجال وكمان شباب، ثلاث بطولات افريقيه كسبناها وطلعنا لكاس العالم كمان. ما شاء الله، لازم نشكر اتحاد السله. هنشكره في دي، بس هنتكلم عليه في نقطه ثانيه بعد شويه. يعني هنشكر في اللي هو بيعمله، ودي اول مره في التاريخ، وكابتن حبل غنامي كمان بالمناسبه عضو مجلس اداره مسؤوله عن، او هي المسؤوله عن الثلاثه في ثلاثه. ما شاء الله عليها، بنبارك لها ونبارك لكل اتحاد السله ونقول له الف مليون مبروك. قدرت مصر في الاخر تكسب منتخب مالي زي ما احنا شايفين قدامنا 18-15، منتخب يضم سوق 3 لاعبات من النادي الاهلي. ما شاء الله عملوا فعلا جماد كويسه جدا جدا جدا، وقدروا يكسبوا البطوله، وقدروا كمان يتاهلوا ويروحوا لكاس العالم. سوريا النهارده بتحصل على افضل لاعبه. كابتن سوريا محمد بتحصل على افضل لاعبه، لا كمان، وهي بتحصد على ان هي سجلت افضل هدافه، هدافه افريقيا في 3 على 3. لو رجعنا شويه ورا هنلاقي ان كابتن سوريا برضو هدافه افريقيا في 5 على 5 في الملعب الكبير. ما شاء الله، اول مره في تاريخ كره السله الالقاب دي تتاخد في السيدات بالذات. هدافه افريقيا رقم 2، هدافه افريقيا 3 على 3، واحسن لاعبه كمان في افريقيا. البطوله اتلعبت من 7 ل 10 نوفمبر. وسوريا قدرت تسجل كام؟ سوريا هنا في منتخب افريقيا، اختاروها جوه منتخب افريقيا في الثلاثه. قدرت تسجل 48 نقطة، وهالة 21 نقطة، ونور طلعت 20 نقطة. بنبارك لكابتن سوريا، ونبارك لنور، ونبارك ل كمان هالة، لكن عايزين نبص ونقول لكابتن سوريا ألف مليون مبروك. بنقدم لها حاجة بسيطة شوية. نقطها أو النقط بتاعتها اللي هي جابتها هناك كان شكل حلو جدا شفناه، وبنحطه لها النهارده على الشاشة، ولها ألف مليون مبروك تأهلك هدافة أفريقيا، وكمان صانع وأحسن هداف الأفريقية. أجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب، الكل في واحد، ونتيجة ان النادي الاهلي المصري بقى رقم واحد. العالم شاهد على امجاده، وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده. واحد 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 واحد، اجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب، الكل في واحد، ونتيجة
النادي الاهلي المصري مع رقم واحد. العالم شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده. واحد 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 ما شاء الله بصراحة جميلة وهي بتلعب. لعبها سلس جدا، لو اتفرجنا عليها عندها روح من أول يوم من السنة اللي فاتت جات هنا معانا وهي عندها روح وحماس منقطع النظير. لكن هي كمان ما شاء الله عليها عندها طموح شخصي بتحققه مع اللعيبة. ما شاء الله الكرة دي بالذات لو ترجعها لنا مرة تانية، كان مخرجنا الجميل شادي اللي معانا النهاردة بصي قال لي دي زي رونالدو كده وهو بيباصي أو رونالدينو، صح؟ مظبوط كده، قال عليها كرة حلوه جدا. هي فعلا ما شاء الله الثلاثي او هي عندها الثلاثيات، هي من بره المنطقه باتنين بونت، بس هي بترميها رميه جميله. لازم نكون معانا كابتن سرايا، لازم نسمعها ونبارك لها ولها الف مليون مبروك. مساء الخير يا كابتن سرايا. الو كابتن سرايا، مساء النور، ازي حضرتك؟ اخبار ايه؟ الحمد لله كويسه. اولا ببارك لك واقول لك الف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. ما شاء الله احسن هدافه افريقيا واحسن لعيبه في البطوله، وقبل كده هدافه افريقيا. ما شاء الله الالقاب على ايدك يعني بتتوالى، واول مره في السيدات يكون عندنا الالقاب دي ورا بعض، ولا ايه رايك؟ تقولي ايه؟ اه والله الحمد لله ان انا قدرت ان انا في اخر ماتش بصراحه اجيب اهم باسكت في الماتش، اللي هو كان حتى السكور كان ساعتها 15-14 وكان فاضل بالظبط يعني 20 ثانيه او حاجه وكانت الكوره معانا. جبت اخر ثلاثيه في الماتش، فهي كانت باثنين بوينت فرفعتنا خلاص عنهم، عدتنا عنهم بكثير يعني، كان فرق ساعتها ثلاثه، كان صعب ان هم يجيبونا ثاني. والله انا ما كنتش اعرف خالص ان انا ممكن اخد احسن لعيبه في البطوله، بس قبل البطوله ما تخلص بيوم لما لقيت الاتحاد الدولي عمال يقطع لي فيديوهات فحسيت بصراحه اني ممكن اطلع من احسن ثلاث لعيبه في البطوله. بس لما قدرت ان انا اوصل بفرقتي السيمي فاينل مع اوغندا، خصوصا كمان ان اوغندا هي البلد المستضيفه للبطوله، احنا كنا مقلقين جدا ان عشان البطوله في اوغندا حكام وجمهور كنا خايفين جدا، بس قدرنا بصراحه ان احنا ما نديش فرصه ولا للحكام ولا للجمهور ان هم ما يبقوش معانا، قدرنا نحسم الماتش من اوله. ماتش الفاينل انا بصراحه اول مره في حياتي اكسب مالي، فان احنا نقدر نكسب مالي بره مصر انجاز صراحه تاريخي لينا، وخصوصا كمان بعد ما اخذت كاس احسن لعيبه، خدت احسن ثلاث لعيبه في البطوله وهدافه البطوله، ده بالنسبه لي انجاز صراحه انا مبسوطه بيه قوي، فخوره بادائي واداء المنتخب، خصوصا ان احنا كنا ثلاثه مش اربعه. انتوا الثلاثه، انت ونور وهاله. انا ونور وهاله، وكان المفروض يبقى معانا حد رابع، بس كان كل ما يبقى في حد رابع بيبقى في عنده مشكله، لو امتحانات او شغل او كده، ففي الاخر خلاص الاتحاد ما قدرش يعمل حاجه فصفرنا ثلاثه. وكنا الصراحه في الاول كنا تعبانين وكده، بس في الاخر قلنا لا احنا هنجيب البطوله. اول مره نلعب البطوله دي يا كابتن سرايا؟ اول مره. نعم، اول مره نلعب البطوله دي، ما كناش بنلعب قبل كده في الماضي، ما كناش بنلعب بطولات 3 على 3. يعني احنا دخلناش اصل دي تاني مره ندخل افريقيا، السنه اللي فاتت انا كان المفروض ابقى اروح معاهم افريقيا، بس كان بعد البطوله العربيه اللي كانت في مصر اللي احنا دخلناها مع الاهلي كان عندي مزق في الخلفيه فما قدرتش ان انا اشارك معاهم فاعتذرت عنها. بس ساعتها غالبا هم ما وصلوش دور الثمانيه، الحمد لله احنا المره دي قدرنا طلعنا تاني المجموعه، فلعبنا السيمي فاينل في المجموعه الثانيه اوغندا ولعبنا مالي فاينل. بس ان احنا بصراحه نبقى اربع فرق، اثنين منتخب كبير سيدات ورجال ومنتخب تحت 18 ولاد وبنات، ونقدر ناخد ثلاث افريقيا من اربعه، ده بصراحه انجاز. احنا الاربع فرق ما حدش فينا كان متوقع الانجاز ده، ثلاث بطولات في يوم واحد. انت شخصيا قبل ما تسافري ما كنتيش متوقعه انك تكسبي، كنت معايا وكنا بنتكلم وكنا بنقول ان في بطوله صعبه واكيد دخول مالي في الموضوع، لكن احكي لي في كوره مهمه قوي عملتيها، هي مش ثلاثيه، هي من بره المنطقه، وفضلتي رافعه ايدك لغايه ما البوينت نزل وفضلتي باصه للكوره كانها بتقول انزلي في الباسكت، مظبوط؟ هي فعلا حتى ما نزلتش. احكي لي الموضوع. ايوه اهي قدامك اهي. هتطلع بس لا لا، اصل هي دي اللي بقول لك عليها اهم كوره في الماتش، اللي هي اول لما جت على طول عرفت انت كسبت بالظبط، اللي هو كان خلاص فرق 3 بوينت وفاضل 10 ثواني، فما قدروش ان هم يعني
كانت هي بصراحه هي اللي قضت على الفريق في اخر ثانيه، خلاص جبتها وكان فاضل ثانيه على 12 ثانيه، الهجمه 3 على 3 تبقى 12 ثانيه 24. فهي جت في اخر ثانيه وانا والله انا فعلا وانا بشوطها عارفه انها مش رايحه، يعني مش رايحه ناحيه الباسكت خالص. قعدت بقى تلف جوه شويه والنبي ادخلي ادخلي دخلت على طول. لا بجد استريحنا احنا ثلاثه استريحنا، اللي هو هنريح الهجمه دي مش مشكله، خلاص هي هجمه واحده. حتى لو جابوا باسكت او جابوا ثلاثيه احنا كده كده فارقين عنهم بكوين. اخر سؤال عايز اساله لك، ايه كيلوباترا كره السله المصريه؟ والله قبل البطوله ما تخلص بيوم انا لقيت الفيبا الاتحاد الدولي كانوا منزلين انه خلاص ننسى كليوباترا، في نيو كوين جايه مش بس كليوباترا يعني. بس بصراحه كانوا عاملين لي فيديو حلو قوي انه يعني قدروا يقطعوا الحاجات الحلوه اللي انا عملتها في البطوله وحطوها في فيديو. صراحه انا اصلا شفت الفيديو اتصدمت، ما صدقتش ان هم عاملين لي فيديو بالحلاوه دي ومركزين معايا ومقطعين لي فيديوهات. صراحه كانت فخر ليا انه انا يعني الحمد لله دخلت البطوله دي وبطوله افريقيا اللي قبلها متقطع لي فيديوهين من وسط كل اللعيبه اللي بتلعب، ومش لعيبه اي كلام، لا لعيبه فريق مالي، نيجيريا، اوغندا، بوتسوانا، بنين، لا فعلا فرق افريقيه جامده موجوده على طول. فان انا يتقطع لي انا بس من وسط الناس دي كلها، ده بصراحه فخوره جدا بالاداء اللي انا عملته في البطوله دي واللي قبلها. بصي اكيد انا بقول لك الف مليون مبروك كابتن سرايا محمد، بنشكرك وبقول لك الف مليون مبروك، دايما تالق ودايما مزيد من التالق، وان شاء الله باذن الله نبارك لك على بطولات افريقيا بقى في النادي الاهلي وبطولات عربيه. انا عارف ان انت عندك حماس وروح قوي جدا، ان شاء الله انت وكل الابطال اللي معانا هاله ونور، ان شاء الله باذن الله في المرحله اللي جايه يكون عندنا كمان نضيف لرصيد النادي الاهلي بطولات افريقيه وعربيه. الف مليون مبروك لكابتن سرايا، فعلا اداء فعلا اداء جميل لكابتن سرايا، وما شاء الله عليها هي والبنات نور وهاله، وفعلا قدموا يعني فعلا اداء مميز جدا في البطوله، وان شاء الله ده ينطبع كمان على منتخب السيدات في المرحله اللي جايه. هنستمر مع بطوله 3 في 3 وكابتن علي هاشم بيشيد باداء لاعبات النادي الاهلي وفوز منتخب مصر به بطوله 3 على 3. كابتن علي هاشم بيشيد باداء الثلاثي اذا كانت ثريا او هاله او نور، واداء رائع جدا هو تتويج في البطوله الافريقيه في اوغندا، قال ان هم قدموا مستوى رائع رغم انهم كانوا 3 بس، زي ما كابتن ثريا قالت ان هم كانوا 3 لاعبات فقط لا غير، الا المنتخب قدم بطوله جيده جدا من الناحيه التكتيكيه والفنيه وقدر يحقق الفوز على حساب منافس قوي زي مالي، واكد ان لاعبات الاهلي كانوا عن قدر المسؤوليه وساهموا في تحقيق الذهبيه الاولى لمنتخب مصر. وكمان قال ان الثلاث بنات او الثلاث كباتن عندنا هينضموا لتدريب الفريق خلاص باذن الله عشان استعداد لنادي سبورتنج في دوري المرتبط، ومباراه مهمه جدا يوم 21 نوفمبر لان نادي سبورتنج من الانديه الكبيره في كرة السلة سيدات. نتمنى لهم التوفيق ونتمنى للبنات ان شاء الله يشدوا حيلهم في المرحلة اللي جاية عشان نادي سبورتنج نقدر نعديه في دوري المرتبط بإذن الله. زي ما اشدنا باتحاد السلة هنتكلم على اتحاد السلة، يعني لازم نشيد ولازم برضو ننتقد، والنقد في الآخر نقد بناء، ولكن أكيد بنقول نقط معينة أكيد في الأول قبل ما أبدأ كلامي. بنحترم اتحاد كرة السلة بقيادة الدكتور مجدي أبو فريخة وكل أعضائه، لكن القرارات الأخيرة كان عليها علامات استفهام. قبل ما ناخد بقى كابتن أشرف قال إيه وبتاع، عليها علامات استفهام، بمعنى أنا بس هسأل سؤال واحد لاتحاد كرة السلة. لعيب اتضرب، لعيب اتضرب في الملعب، طالب منه إيه؟ طالب منه هو يقعد ساكت؟ طالب منه إن هو ما يعملش مشكلة؟ طب أنا بستفز في الملعب، أنا وأنا لعيب حد جه قرب عليا ضربني مضطر اضربه، بص مضطر، حتى لو قواعد الامور بتقول كده، اقل حاجه بتقول ان النهارده لعيب كمان لما خلص الماتش هو اتضرب او حد قرب ناحيته او حد غلط فيه، عايزه يكون شكله ازاي؟ طب النهارده السنه اللي فاتت نادي الاهلي جوه ماتشات الدوري حصلت مشاكل مع جماهير انديه ثانيه، وحصل مشكله كبيره واتحاد السله لم يقرر شيء. السنه دي بيقرر، ما عندناش مشكله، بنحترم القرارات. لكن لما يقرر كمان لازم يكون شويه هدوء في القرارات، مش عشان ناخد الاثنين مع بعض او عشان نردي الاثنين مع بعض او ايا كان الموضوع. اللعيب ده اخطا بناء على رد فعل، يعني هو كان رد فعل، حصل فعل عليه فبقى رد فعل، في فرق كبير ان هو يكون صاحب الفعل الاولاني وهو اللي يبادر بالمشكله، فرق ان هو يكون
منه المشكله، هو رد فعل للمشكله. كلنا كده، اي حد في الدنيا، حتى حضرتك في اتحاد السله لو حد جه انا قلت كلام اكيد بيكون حضرتك رد فعل على كلامي. عشان كده قلت لك انا بحترم اتحاد السله في الاول خالص، ما قلتش حاجه غير كده. لازم نكون رد الفعل بتاع اللعيب يكون شويه حتى حاسبينه كاتبينه، نقول للعيب ساعه ما تتخانق، ساعه ما حد يتخانق معاك امشي وسيبه. حاضر. احنا كنادي اهلي دايما، النادي الاهلي يعني صاحب مبدا، مبداه في الحياه مهم جدا، بيحترم قرارات مجالس اداره الاتحادات. وده اللي طلع اعتقد في بيان طلع في بيان النادي الاهلي. قلنا كده. لكن اللعيب اللي اتضرب او اتقال له كلام، عايز اتحاد السله بس يطلع يقول لنا ممكن اللعيب ده يعمل ايه. خليك مكانه، انتوا كنتوا كباتن كبار جوه الانديه، لعبتوا وحصل مشاكل معاكوا، فيا ريت وحضرتك بتتكلم وبتطلع قرار تقول لنا اللعيب لما حد يغلط فيه يعمل ايه؟ يمشي ويسيبه ولا يخش في المشكله ولا يعمل ايه بالظبط؟ ولا احنا لازم نكون عندنا مبدا اللي احنا نراضي هنا ونراضي هنا ونراضي هنا؟ اعتقد في علامات استفهام على على قرارات اتحاد السله اللي هي اتعملت. وكمان خلي بالكم ده خالد العودي اللي بيتكلم، لكن النادي الاهلي قال في بيان رسمي، قال ان هو يعني هيصعد لاخر درجه في قرارات اتحاد السله. لكن خلينا نروح لتقرير مهم، والتقرير مهم من المدير الفني اللي هو بقى مواكب الاحداث، اللي هو عارف كل خبايا المواضيع، هيتكلم على الموضوع ده. هنخرج تقرير مع كابتن اشرف توفيق وترجعوا لنا مره ثانيه عشان نتكلم على القرارات الاخيره لاتحاد كره السله. بالنسبه للعقوبات الداخليه داخل النادينا، احنا اصلا على بنجينا، كل الناس جت على عليهم، كل الناس اللي اشتركت في المشكله كانت بتحاول تحمي زميلهم، لان كان فيه هجوم على الولد جامد جدا جدا جدا. يعني ما فيش غلط يذكر عندنا خالص، لدرجه الناس معظم الناس اللي اتعاقبت كانت بتحوش. اللي اتعاقب مثلا ابراهيم الجمال رد فعل، استحاله حد يشتم والدته بالالفاظ دي، صعب ان العيب ما يردش يعني. بس ايه اللي حصل؟ ان الفيديو مش مطلع صوت اللي شتمه، وهو لما راح شتم الحكم كان سمع. بس كتير، مبلغ كبير على ابراهيم الجمال بصراحه يعني. احمد اسماعيل رفع كرسي ما لمس بيه حد، ده من الازازه اللي كان بيتحدف على في الملعب، واعتقد ان هو كان بيحمي نفسه يعني. بس انما ما عندناش اي حد، ما عندناش اي اخطاء. بالعكس، احنا اولا احنا كجهاز قمنا بدور كبير جدا في ان احنا نحوش الناس مع بعضها، وكل لعيبه البنج اللي عندنا اللي هم اتخصم منهم مبالغ قليله كده مش عارف ايه، نزلوا الملعب علشان يعني مودي الجرحي لو ما وقفش وائل بدر كانت مصيبه. مش عارف مين مسك حاتم يعني لا، انا شايف العقوبات تقيله يعني، عقوبات تقيله. احنا ما نستاهلهاش، ما نستاهلش نتنقل عندنا ماتش. بالعكس، اداره النادي الاهلي عملت شغل كويس جدا، والماتش ما فيش واحد من الموجودين حتى لو حصل زياده تسبب في مشكله، فبالتالي احنا ما نستاهلش ان احنا نتنقل من عندنا ماتش اصلا يعني. انما لازم اللي غلط يتحاسب، مش لازم نوازن يعني، مش لازم نوازن عشان نادي الزمالك حصل عنده غلط كبير يبقى احنا لازم النادي الاهلي كمان يتعاقب عشان يبقى عاقبنا اهلي وزمالك. ده فيها توازن يعني، عندنا فيديو وعندنا ستاتستيك وعندنا جهاز فني بنجتمع، فبنبقى كل واحد فينا بيقول المشاكل كانت فين بالظبط، فبنبدا نحط عليها برنامج السايكل اللي بعده. ومن خلال زي ما قلت لك كده، ده النهارده التمرين الرابع، بنبدا كل يوم بناخد حاجه، فان شاء الله ان شاء الله يعني الدنيا تبقى كمان احسن باذن الله. هو بريشر عادي يعني، البريشر اوفر. احنا الحمد لله يعني عندنا فرقه كويسه بفضل الله، بنشكر النادي الاهلي. وانا عايز اشكر بالاخص عشان نسيت اشكره قبل كده، الكابتن عادل القيعي. من الكابتن عادل القيعي معظم الصفقات اللي حصلت يعني، موضوع ايهاب امين، انا اول ما كلمت كابتن محمود الخطيب قال لي كلم عادل. كابتن عادل في تلت ساعه كان اتفق مع نادي سبورتنج، ان الناس ما تعرفوش بقى ان علشان نخلص عقده، كان الكلام ده في العيد الكبير تقريبا، الكابتن عادل تقريبا ما عيدش لان خلص عقده في الساحل، فكان على طول. فاحنا تعبنا جدا الكابتن عادل في موضوع الجيش، كابتن عادل وكابتن خالد مرتجي تعبوا جدا في المواضيع اللي هو الولادين بتوع
ولدين بتوع الجيش. في موضوع الولد الصغير، الولد الصغير ده نقله، اللي اسمه عبد الله بتاع ده نقله، ده طريق الجنام الجديد. حاجه بشكر برضو كابتن عدلي، اقنع كابتن الخطيب وبدانا نتحرك الحمد لله، يعني مع اسامه ابو زيد وكده، استاذ اسامه ابو زيد، والدنيا اتحسنت يعني، خلصنا الموضوع. فلازم اذكر يعني كابتن عدلي بكده. فاحنا عندنا فرقه، بس المنافسه في الباسكت قويه. النادي الاهلي احنا مالناش غير هو رقم واحد، رقم كل البطولات، ما فيهاش هزار. انما كنا احنا مثلا بفضل الله يعني تلاقي ناس كتير ترغي بقى مع فرقه جامده، فرقه لا، ما هو فرقه جامده، بص تلاقي في اصابات، في كذا، في كذا، في كذا. انما احنا لو ما جبناش ولا واحد السنه دي، لو ما غيرناش الفرقه وصغرنا، ما توفقناش يعني وصغرنا السن، وي وي وي، برضه هنلعب على كل البطولات. احنا النادي الاهلي، فمش محتاج الايه البريشر الزياده على اللاعبين والجهاز دي. بس انا بشوف ان هي دي التحديات الاوفر يعني، لان كتر البريشر ده مش كويس، لان في فرق تانية يعني تستحق الاحترام، والجيمات كلها في الملعب يعني، مش مفيش حاجه وان سايد جيم، جيمات صعبه يعني. على فكره انا برضو وانا بكلمكم نسيت الكابتن رؤوف، لان اصل الناس دي تعبت. لا انا بكلمك في الصفقات، واللي عمل الفرقه كان صعب جدا السنه دي، لان غيرنا سبعه. فبرضو كابتن رؤوف مع كابتن عادل يعني كانت الدنيا يعني، لقينا مجهود وجهد لازم يشكروا عليه يعني. جمهور الاهلي جمهور كبير وعارف، واحنا مفتقدينه جدا جدا جدا، وعارف كويس قوي ان دي مجرد مباراه يعني، هي بطوله خاصه خلصت، وان هي طبعا كانت فيها خروج مغلوب. وفي نفس الوقت انا بقول نادي الزمالك هارد لاك، وكان ماتش توقيته صعب، لان كان الفرقتين بقالهم 21 يوم بره ما بيلعبوش. فهارد لاك نادي الزمالك، والحمد لله ان احنا يعني في دور الثمانيه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بوعد جمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته ان احنا بنبذل كل الجهد يعني. كابتن اشرف توفيق، بنبارك لك على مجهودك انت واللاعبين، تعبتوا اخلصتوا في التدريب، اخلصتوا وتعبتوا، فربنا كفيكوا في اول ماتش. وهاخد من كلامك وقلت لسه البطولات، المباراه عدت بطوله خاصه، لكن كل الجماهير وكلها منتظرين البطولات. يا رب في المرحله اللي جايه باذن الله نتمنى لكم بذل كثير من العرق والجهد علشان باذن الله نخش على البطولات. كلمه اخيره على القرارات عشان نخلص الموضوع ده. لو النادي الاهلي كان شايف ان عنده لعيب غلطان كان جابه. يعني ايه جابه؟ يعني قرار. وقفه، غرمه، قال حاجات كتير. كان طلع بقرار مجلس اداره. لو هو من وجهه نظره مش هيستنى ولا اتحاد السله ولا هيستنى حد في مصر، وهيقوم اي لعيب ده غلطان وقراره كذا، زي ما حصل مع الكرة الميه. نقفل الموضوع، وان شاء الله باذن الله دايما هنتكلم في اي قرار تبع اي اتحاد لو هو بيضر بيه النادي الاهلي. خلينا نستمر مع كره السله وكابتن عبد الفضيل ابراهيم. بيرجع من الاصابه، بيحط واقي الوجه، كان عنده كسر في احد عظام او شرخ في عظم في 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 عظمه الوجه، شرخ في عظمه الوجه. بدا يحط واقي، بدا يستمر ويخش التدريبات مع الفريق، وكابتن اشرف توفيق بيطمئن عليه وبيظبط معاه الحاله بتاعته في المرحله اللي جايه، وبيخش تاني مره اخرى في حسابات الجهاز الفني، عشان المرحله الجايه عايزه كل الاطراف، عايزه كل اللاعبين، تضافر كل الجهود، لان فريق كره السله زي ما كابتن اشرف قال فعلا سبعه لاعبين جداد، التيم ورك شغال كويس جدا، كل المنظومه اشتغلت كويس جدا جدا عشان نشوف فريق كره السله السنه دي باذن الله عندنا، اللي هو لسه عنده كتير باذن الله في المرحله اللي جايه. هنسيب كرة السلة، هنسيب كرة السلة وهنروح لكرة الطائرة. فريق كرة الطائرة الرجال بيفوز النهاردة على نادي الطيران حالا، لسه الماتش خلصان، ب3-0. نتيجة أشواط 25-13 و 25-10، 25-13 و 25-22. الماتش الجاي إن شاء الله بإذن الله الأهلي هيلعب مع نادي الشمس في المرحلة اللي جاية. الأهلي قدامه 5-6 ماتشات والبطولة تقف عشان نستعد، منتخب مصر بيستعد للتصفيات الاولمبيه في مصر في شهر يناير.
خلينا نروح مع كابتن ميدو صلحي. وكابتن ميدو صلحي بيتكلم بعد مباراة طنطا اللي فاتت على طول قيمة الاهلي كسبها 3-0. كابتن ميدو بيتكلم على ان هو عنده 5-6 ماتشات نوستو بتروجيت والاتحاد والسموحة والطيران وسبورتنج والقناة، وبعد كده البطولة تقف وكل لعيبة النادي الاهلي تقريبا هتروح منتخب مصر عشان نستعد للبطولة المهمة والتصفيات الأولمبية اللي بنتمنى لهم التوفيق لمنتخب مصر لكرة الطائرة، لأن دي حاجة بتشرف الرياضة المصرية، فأكيد كلنا بنسبورت ليها، وأكيد النادي الأهلي هو المركز الأساسي للألعاب الجماعية والرياضية والفردية. خلينا نخرج التقرير مع كابتن ميدو مصلحي بعد مباراة طنطا اللي فاتت وترجعوا لنا مرة تانية. بعد اكتمال طبعا الفرق كله مجموم المنتخب اعضاء الفرقه كلها، يعني ابتدينا دلوقتي صبح بعد الظهر تقريبا يومين في الاسبوع ويومين مره واحده ويومين ماتشات اللي هو جمعه واثنين. الحمد لله الفرقه ابتدينا ماتشات يوم الجمعه اللي هو دور ال 12 المهم بقى اللي بتحس فيه كل النقط مع طنطا. الحمد لله كسبنا 3-0. كل يوم جمعه واثنين ان شاء الله هيبقى فيه ماتشات. اهم حاجه عندي الاسبوع الجاي ان شاء الله هيبقى بتروجيت والاتحاد وسموحه، 3 ماتشات مهمين جدا. ان شاء الله الحمل شويه هيقل فيهم بحيث ان احنا نبقى في اعلى مستوى فني وبدني في الثلاث ماتشات دول. بعديها على طول ان شاء الله في ماتشين كمان مع سبورتنج وقناه. الدوري هتوقف بعديها، هي دي مشكله، يعني ان الدوري هيتوقف فترة اللي هو تصفيات أولمبياد طوكيو 2020 اللي هتلعب في مصر حوالي شهر ونص. هيبقى معايا حوالي 5-6 لعيبة تاني، بس مفيش ماتشات، مش هستعين بأي حد، يعني هتبقى فترة مملة شوية بالنسبة للناس اللي هنا، لكن إن شاء الله نقدر برضو نحافظ على النواحي الفنية بالنسبة لهم. يعني إن شاء الله مش هلعب ماتشات ودية لأن الفرقة مش مقتنعة، تقريبا هيتاخد من عندي من 9 لـ10 ممكن 11 لعيب كمان للمنتخب إن شاء الله، خصوصا إن شاء الله بعد ما محمد عبد المنعم وعبد الحليم عبو ان شاء الله هينضموا للمنتخب كمان وتبقى اضافه كويسه للمنتخب، فهيبقى يعني مش مفيد ان انا العب من غير 11 لعيب. يعني ان شاء الله جيسون عنده هيسافر برده تقريبا بعد التوقف ده على طول لانضمام للمنتخب الكندي، فبقول لك يعني 11 لعيب مش هيبقوا معايا، يعني فاكيد الماتشات الوديه مش هتبقى مجديه بالنسبه لي. يعني هي تعتبر اصعب لان الفرق كتير جدا استعانت باثنين لعيبه محترفين مش لعيب واحد. تقريبا المنافسه برضو هتنحصر ما بين 4 فرق، وفي اعتقد بتروجيت السنه دي هتبقى شكل تاني، يعني هيبقى زمالك وجيش وسموحه وبتروجيت والطيران دول والاتحاد معاهم مدرب شاب كويس جدا، يعني هم دول الفرق اللي اعتقد ان هم الثمانية الاوائل اللي هيبقوا في الدوري. مركز 4 بالذات شح شويه في مصر عامه، لكن ده قرار الاتحاد، انا ماليش تعليق عليه غير يعني ممكن جدا يعملوا مثلا 1 4 1 3 يعني كده، لكن مش مفيد بالدرجه كبيره ان احنا نكتر المحترفين عشان خاطر ولادنا هم اللي يلعبوا، يعني وده بقى مهم جدا. دلوقتي الناشئين بقى منفصلين عني، يعني انا كابتن محمود فرج مدير قطاع الناشئين، ده قرار مجلس اداره، انا ماليش دعوه غير ب 19 والبطوله والفرق اللي استحدثوها 21. انا الحمد لله في دلوقتي يعني عندي الصافي وعندي الحسيني، ان شاء الله نجوم كبار ان شاء الله يبقوا في يعني مستقبل النادي الاهلي، والحمد لله بيتمرنوا معايا دلوقتي يعني، وان شاء الله يبقوا مستقبل كبير جدا للنادي الاهلي. مهما اقول لك والله قد ايه الاولاد الكبار، يعني من اول كابتن الفريق عبد الله عبد السلام، احمد منعم، حسام، رؤوف، مش عايز انسى حد، عبد اللطيف، كل دول يعني في التمرين بيوجهوا الاولاد الصغيرين طبعا، وفي روح جميله جدا من الفرقه، واتمنى ان هي تسود لغايه لما انا ابطل تدريب ان شاء الله. تقرير مهم جدا مع كابتن ميدو مصلح. هقف عند نقطه واحده، لما اجيب لعيبه محترفه اجيب 2 في مركز واحد عشان واحد يلعب واحد يريح، ولا بجيب 2 في مركزين مختلفين عشان اقوي الدوري؟ بصراحه اول مره اشوفها.
ان يكون في قرار الاتحاد يا اما مركز اربعه يا اما بلاش. هي كده يعني حضرتك الاثنين المحترفين جنب بعض بيعلوا الفرقه، هيلعب اربعه معاهم في الطايره، هيلعب اربعه معاهم جوه ارض الملعب، اعتقد الموضوع هيختلف مع اي فرقه. احنا عندنا محترف واحد بالمناسبه، احنا النادي الاهلي عندنا محترف واحد عشان بس الكلام مش عن النادي الاهلي. فحضرتك النهارده وانت بتقول احتراف وعايز تقوي وتعلي الناحيه الفنيه، يبقى يلعبوا في ارض الملعب، لكن واحد جوه واحد بره وبالذات مركز اربعه. طب ايه يعني نقفل مركز اربعه عندنا في مصر وما نلعبش لعيبه مركز اربعه، نلعب اي مركز تاني من واحد لخمسه، واحد اثنين ثلاثه خمسه سته نقطه اربعه، ونسيب اربعه للمحترفين؟ ما ينفعش، مع احترامي الكامل، ده قراركم دي ناحيه فنيه انا مش معترض، بس يعني المحترف عشان يجي يزود ويعلي الدوري زي ما كابتن ميدو مصالح بيقول، عندنا اربع فرق، الاهلي الجيش سموحه والزمالك هم الفرق الاقوياء، هم الفرق الاقوياء اللي هتنافس على دوري الطايره اللي فيه دلوقتي في مرحله ال 12، في فروقات كبيره بينها وبين بعض الانديه، لكن هو تنافس شريف بين كل الانديه. نتمنى من فريق الطايره باذن الله في المرحله اللي جايه، هو داخل على مرحله صعبه جدا بالذات فريق الطايره، عنده دوري وعنده منتخب مصر ويرجع تاني دوري، عنده افريقيا، عنده عرب، عنده حاجات كتير. الموضوع السنه دي مع اتحاد مع فريق الطايره رجال الموضوع كبير، الموضوع مش سهل. نتمنى لهم ان شاء الله ان تقدر كابتن ميدو يقدر يمشي بمعدلات اللياقه البدنيه على معدلات اللياقه البدنيه بتاعه منتخب مصر عشان يقدروا يحافظوا على بطولات النادي الاهلي، وكمان يوصلوا مصر للاولمبياد باذن الله في طوكيو 2020. نتمنى لهم التوفيق. هنستمر مع هنسيب الطايره ونروح للسكواش، وكابتن كريم عبد الجواد بيخسر في بطوله العالم في مفاجاه كل الناس مستغرباها، خسر في دور ال 16 من المصنف الانجليزي جيمس ويلز بنتيجه 3-1 في 71 دقيقه، لعب اربع اشواط، خسر اول شوط 11-8 وكسب ثاني شوط 4-11 و11-9 خسر الثالث شوط والشوط الاخير 12-10. مفاجاه كبيره جدا في عالم السكواش ان كريم عبد الجواد لسه من يومين كسبان بطوله الاهرام الدوليه اللي كانت موجوده على او مصر الدوليه اللي كانت موجوده على سفح الهرم، وكانت ما شاء الله عليها كان كل نجوم العالم متواجدين داخل هذه البطوله، لكن في دور ال 16 بيخرج من بطوله العالم. مش دي النهايه يا كريم، واكيد احنا عارفين ده مهم جدا، لسه ان شاء الله باذن الله في المرحله اللي جايه كريم عبد الجواد يعني عنده الطموح اللي هو قاله لي، ان شاء الله باذن الله يصعد كمان وباذن الله يكون بطل العالم في المرحله الجديده او في الترتيب العالمي، يبقى رقم واحد باذن الله. اخر خبر معانا النهارده كابتن دينا بشرف بتقود فريقها الالماني لانجشتاد للفوز في الدوري الالماني، كسبت بنتيجه دينا كسبت ماتش الفردي بنتيجه 3-0، وقبل ما تفوز مع زميلتها بالفريق في ماتش الزاوي كمان بنتيجه 3-1. ما شاء الله عليها دينا مشرف، واجهه كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر، واجهه مشرفه جدا للرياضه المصريه النسائيه في عالم الاحتراف في المانيا، واكيد دينا مشرف مستواها بيتقدم جدا جدا، مستواها بيعلى كل شويه مع فريقها، لان فريقها لان الدوري الالماني ده دوري نجوم العالم كلهم في التنس طاوله متواجدين داخل الدوري الالماني بالذات، ودي حاجه كويسه جدا جدا ليها، لان دينا مشرف بتستعد استعداد قوي جدا لي ان شاء الله لطوكيو 2020. نتمنى لها التوفيق هي وكل زمايلها المتواجدين معاها. بكده خلصنا اخبارنا، لكن ما خلصتش حلقتنا، هنخرج لفاصل عشان نستقبل نجم كبير كابتننا كابتن ايهاب عبد الرحمن عشان نتكلم على الحديث على بطولاته وانجازاته في المرحله اللي فاتت، وازاي كمان المرحله اللي جايه مرحله مهمه عنده لازم هنعرف اسرارها مع كابتن ايهاب عبد الرحمن. يبحث إيهاب عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني الأول لألعاب القوى ونجم النادي الأهلي، يبحث عن رفع الإيقاف عنه في محاولة للحاق بالبطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. إيهاب من مواليد محافظة الشرقية في الأول من مايو عام 1989،
أي أنه يبلغ من العمر 30 عاما، هو صاحب فضيات بطولة العالم لرمي الرمح عام 2015 بعدما استطاع أن يحقق رقما قدره 88.99 متر ليحقق الميدالية العالمية الأولى لمصر في تاريخ بطولات العالم بألعاب القوى. لديه الكثير من التحديات والعقبات التي يسعى لتخطيها خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد إيقافه من قبل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات نادو في إبريل 2016 في واقعة اعتزلها الشارع المصري، حيث أن إيهاب كان أحد أبرز المرشحين وبقوة لحصد ميدالية أولمبية في ريو دي جانيرو، لكن جاءت الرياح بما لا تريده سفن إيهاب عبد الرحمن. البوب كما يحلو لأصدقائه أن يلقبوه، قدم الكثير لألعاب القوى المصرية حيث توج بالعديد من الميداليات على كافة الأصعدة، سواء بطولات إفريقية أو عربية أو فرنكوفونية أو بطولات للبحر المتوسط أو حتى بطولات عالم. يأمل إيهاب عبد الرحمن من مسؤول الرياضة المصرية التدخل لحل أزمة إيقافه ومخاطبة المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات وادا والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات نادو من أجل رفع الإيقاف عنه واتخاذ الخطوات الرسمية الصحيحة لرفع الإيقاف والعودة لممارسة اللعبة. كانت المنظمة الدولية للمنشطات قد اتخذت قرارا بإيقاف إيهاب عبد الرحمن 4 سنوات بداية من إبريل 2016. عشرين سبعة كابتن إيهاب عبد الرحمن اتوقف بنشاطات من الآخر، نجم كبير، بطل عالم، بطل أفريقيا، بطل عرب، محقق رقم واحد في الأرقام في مصر وأفريقيا والعالم كمان، رقم كبير 89 متر، ما شاء الله عليه، هيكسر حاجز 90. خلاص أبطال قليلين اللي كسروا حاجز 90 في المستويات في مستوى الرمح، لكن هو نجم كبير ودلوقتي بقاله يتمرن 3 سنين وكل بيطلبه إنه يلعب الأولمبيات الجاية. خلينا نعرف الاسرار مع كابتن ايهاب عبد الرحمن نجمنا الكبير ونجم النادي الاهلي. كابتن ايهاب منورنا، ربنا يصلح لك يا كابتن خالد، ربنا يخلي حضرتك رب. في 2016 حصلت مشاكل كتيره وتوقف فيها كابتن ايهاب عبد الرحمن، عايزك ترجع بالتاريخ سريعا تمام لورا. اتوقفنا في 2007 كنا قدامنا يومين ونخش على الاولمبياد على طول بالظبط. انا توقفت يوم حد قبل السفر بمفيش يعني يومين ثلاثه بالظبط حاجه كده، عرفت الخبر الساعه 1:30 الظهر بالظبط يعني. الحمد لله برضه على اي حاجه. طبعا انا كنت رايح هناك كنت مؤهل ان انا اعمل اول ان شاء الله هناك، كنت اول اولمبيات اول، وكنت كسبان الدوري الماسي. كنت ماشي يعتبر مصنف اول في الدوري الماسي عندنا، وكنت كسبان كل حاجه كنت بلعبها الحمد لله. بس ربنا ما اردش فالحمد لله يعني. حصل الموضوع ده، قدمت استئناف في المحكمه في البطوله هناك. الاتحاد الدولي قال ان هو ما ينفع، المحكمه خاطبت الاتحاد على اساس ان هو في امكانيه اروح العب لعندي اما اشوف هفتح عينه بيه او يمكن ممكن ما اطلعش مدان فيبقى حرام يعني. فالاتحاد الدولي قال ان انا مصنف اول على العالم والمفروض ان انا من ضمن الناس اللي مؤهله ان انا اجيب ميداليه ذهب، فوجودي في البطوله هيأثر سلبي على ابطال كتير، فبناء عليه هو بينصح ان انا ما اشاركش، فبناء عليه ما شاركش فيها خالص. بعد كده رحت فتحت عينه بيه، رحت بدات احاول ان انا اجري ان انا اشوف ايه اللي حصل، والحمد لله ربنا ما اردش وما حد يعني ما اعرفش. بس خلينا نخرج الموضوع تمام. لان ده موضوع اكيد هيضايقك، لكن طبعا. خليني اخرج الموضوع بنتيجه ايجابيه تمام. المكملات اللي انت اخذتها عن طريق دكتور، اخذتها عن طريق ايا كان، عايزك تقول الابطال والنجومنا في الالعاب الفرديه بالذات موضوع المكملات ده بلاش ناخده، او ايه النصيحه اللي تقدمها لهم بصراحه شديده؟ انا بصراحه كل اللي اقدر اقوله لكل اللعيبه اللي بتلعب معانا العاب قوه او اي لعبه اي لعبه حتى في الدنيا كلها، قبل ما ياخد حاجه يتاكد، مش يتاكد من اللي مكتوب على العلبه، عشان العلبه طبعا مش بيبقى مكتوب ايه اللي جوه زي ما حصل معايا يعني. بالظبط. فالفكره كلها يعني قبل اي حاجه نرجع للناس المختصه اللي هو النادي المصري دكتور اسامه والمنظمه ذات نفسها، يروح يسال هو هيقول له اذا كان ده كويس او اذا كان ده وحش.
فهي دي الحاجه الوحيده اللي انا ممكن يعني اطلبها من اللعيبه كلها. انما لو اللعيبه بتاخد بتشتري من الصيدليه بتشتري من هنا ده برضو مش امان برضو. مش امان بالنسبه بالظبط. هو لازم اسال الاول قبل ما تاخد حاجه اعرف الحاجه دي ايه الاول. لسه كان عندنا مشكله قريب برضو في رفع الاثقال يعني برضو مشكله كبيره جدا. مشكله كبيره. خلينا نسيب المشاكل تمام. وخلينا نبص الناحيه الايجابيه. وإيهاب عبد الرحمن بيتمرن بقاله 3 سنين ونص فعلا. انا من اول يوم توقفت فيه من يوم 20/7 بعد كده لما عرفت ان في محكمه قلت انا هقدم في المحكمه دي فلازم افضل اتمرن عشان احافظ على مستواي. فضلت اتمرن لعند ما حصلش نصيب برضو كملت تمرين بسبب ان انا رحت المحكمه قلت ان شاء الله لما المحكمه تطلع اكيد يعني هتقف في صف او تنصفني. برضو فضلت اتمرن عشان خاطر لما ارجع ابقى جاهز. وفجاه الحمد لله الايام كلها بتجري وانا بتمرن وبتجري وانا بتمرن. بس انا استفدت ان انا عملت خطه طويله ان انا مشيت على الخطه دي 3 سنين بتمرنهم عشان خاطر السنه دي اقدر اتاهل بسهوله جدا في شهر 4 واعمل الرقم التاهيلي. وده يعني ده رقم مش صعب. فالحمد لله رب فضلت شغال واديني شغال عليه الحمد لله. وقعدت بقى استفيد بقى علميا وحاجات تانية كتير حوالين الثلاث سنين دول يعني. ما شاء الله استفدت علميا يعني. عملت ماجستير ما شاء الله ودلوقتي ماشي في الدكتوراه. وبدات اخد بالي من حياتي شويه. بدات ان انا حياتي العائليه شويه اقعد مع اهلي شويه. انا كنت الاول ما بقعدش مع اهلي خالص. كنت على طول مسافر على طول معسكرات. حياتي كنت بتشوفنا في النادي من 4 ل 12 في التمرين وخطبت ويعني الحمد لله رب بدات اللي هو ايه اعمل زي توازن الحياة. بدات اعمل التوازن مع التمرين بقى. يعني التمرين دراسه حياه عاليه كل ده. لازم اقول حاجه مهمه جدا. وانا شغال في النادي الاهلي كان كابتن ايهاب عبد الرحمن دي حقيقه من 4 ل 12 بالليل انا وانا ماشي اقول له سلام يا كابتن ايهاب. كابتن ايهاب قاعد لغايه 12 واحده بالليل كمان عادي. هو عايز يبقى بطل بس البطوله اللي هو بيعملها انا شايف ان هو كان عنده جلد وصبر وتحدي وحاجات كتيره جدا جدا في الثلاث سنين اللي فاتوا دول. التارجت اللي عنده ان هو يلعب بعد ثلاث سنين ده تارجت صعب جدا في الرياضه. كابتن ايهاب بجد عايزك تقول لي تارجت الثلاث سنين ازاي؟ الموضوع صعب. انا النهارده بتارجت ماتش وبتارجت بطوله انت بتارجت ثلاث سنين بدون بطوله. ما انا اقول لك بامانه هو ربنا كرمني بان هو بعت لي ناس تقف جنبي وتساعدني يعني صحابي. خش بقى اهلي مين بقى عايزك كده. انا اقول لحضرتك اهو بالظبط والله صراحة. يعني صحابي واهلي والناس دي كلها كانت حواليا والنادي الاهلي مجلس اداره النادي الاهلي ما ينفعش ما اتكلمش على مجلس اداره النادي الاهلي بصراحه. كلهم بصراحه بلا استثناء كل الناس كانت بتشجعني وكل الناس قاعده يعني مستنيه ان انا العب وعايزاني العب مش عايزاني اياس. العميد محمد مرجان تعرفت عليه عن قرب في الفتره اللي فاتت دي بصراحه يعني شخصيه اكتر من محترمه. الراجل دايما بيدعم وبيدفع الامام ودايما بيساعدني. ما فيش مره رحت له ما يعني ما ساعدني. حسيتش سوري يعني ما حسيتش الباب اتقفل. لا مش كده بس عارف. انا هو بالذات لسبب ان هو انا في الفتره دي في بواب كتير اتقفلت في وشي عشان ابقى صريح مع حضرتك كويس. تمام الا ابواب معينه يعني ومنهم العميد محمد مرجان بالظبط والوزير واللجنه الناس دي. بس في ابواب ثانيه انا ما كنتش متخيلها فالفتره دي بينت ناس كتير بالنسبه لي ممكن بره الوسط بالنسبه لي اكتر يعني بالنسبه لي بره الوسط. عايزك توجه لهم كلمه النهارده وانا عارف ان انت قوي ما شاء الله عليك. عايزك تقول لهم ايه اللي قفل الباب النهارده بكره هيفتحوا تاني لما كابتن ايهاب يخش في الصوره ويطلع تاني في الاجواء ويطلع تاني يبقى بطل عالم. بصراحه انا اكتر حاجه ولا انت هتقفل الباب خلاص. لا انا اقول لحضرتك انا اكتر حاجه مبسوط منها اللي الناس اللي قفلت الباب دي بره مجال الرياضه يعني بره الوزير بره اللجنه الاولمبيه بره الاتحاد بره النادي الاهلي. بس الناس انا كنت متعشم فيهم شويه. بس انا بقول ان شاء الله يا رب انا هرجع احسن من الاول وانا بابي هيبقى مفتوح لكل الناس ان شاء الله. عشان ابقى على الاقل عند حسن ظن الناس اللي وقفت جنبي وساعدتني. الناس دي يعني ما كلوش لحظه ان هم يدعموني ان ارجع زي الاول لدرجه ان هم خلوني في النادي الاهلي هنا. يعني انا كلمه والله بقولها مش عشان في النادي الاهلي لعيب او في القناه انا بقول الحقيقه. خلوني هو ده النادي الاهلي. انا حابب اكتر حاجه انا حاببها ان ارجع البس تيشيرت النادي الاهلي في ماتش للنادي الاهلي. انا طول عمري كنت بحب ان انزل بطوله الجمهوريه هنا وهنا. بس فعلا يعني الدعم اللامحدود ده من اعضاء مجلس اداره ومن عميد مرجان لا انا عايز فعلا ارجع العب للنادي الاهلي تاني من الاول. عشان كده انا منى عيني ان انا اتاهل للاولمبياد في بطوله تبع النادي الاهلي بطوله الجمهوريه بطوله حاجه بتيشيرت النادي الاهلي فاتاهل للاولمبياد فيها. دي اكتر حاجه انا بحلم بيها. واحنا بنحلم معاك ان شاء الله ان انت ان شاء الله تكون في المرحله اللي جايه باذن الله في حته مختلفه تماما. واكيد هو ده دور النادي الاهلي. دور النادي الاهلي يا جماعه ما بينساش ولاده مستحيل. كابتن ايهاب عبد الرحمن نجم كبير ربنا. عجبني جدا كلامه بيتكلم من قلبه ومن احساسه ان هو جوه النادي الاهلي وكله بيعمل سبورت ليه.
هو ده النادي الاهلي وهيفضل النادي الاهلي دايما مهتم بكل ولاده. تحديات كتيره عندك، لكن شهر 4 المفروض ان احنا دلوقتي شغالين في رفع الايقاف بالظبط، لكن شهر 4 يجي عليك لازم تكون الايقاف اترفع ان شاء الله. ليه؟ عشان يبقى عندي فتره طويله ان اتاهل، وكمان انا في شهر 4 انا عيني متاخده مني في شهر 4 2016 كويس، وهي طلعت النتيجه في 20/7 في حوالي فرق 100 يوم كويس. ال 100 يوم دول انا ماليش ذنب فيهم خالص، ان انا اتوقف عامل بالظبط ده اتاخر. المفروض ان انا اتوقف من يوم اخذ العينه اللي هو يوم 16/4 لما توقف 4 سنين 16/4 المفروض من 16/4 هو حصل مشكله فانا توقفت من اول شهر 7. المفروض ان انا دلوقتي المفروض ان انا ارجع لشهر 4 فانا تعقبت اوريدي على 3 شهور انا ماليش اي علاقه بيهم يعني انا، فانا بحاول على قد ما انا قادر ان انا يعني ارجع في الوقت ده او على الاقل ما تعقبش مرتين على الاقل. انت قصدك ان انت كده واخد 4 سنين و3 شهور كده المفروض بسبب ان انا كان عندي بطولات دوري ماسي وماتشات كده حاجات كتيره وفي مكافئات وفي نتائج هم لغوا النتائج دي ولغوا المكافئات دي فبناء على المفروض ترجعني بقى. هو المفروض اعتقد ان الايقاف من بدايه الواقع يعني بالظبط اخد العينه زي ما انت قلت كده ده المفروض يقوم قافل على طول 4 سنين بالظبط. هم لا هم حسبوا لي ال 100 يوم حسبوا لك ال 100 يوم بزياده يعني هو المفروض تخلص على 20/7 المفروض اخلص 20/7 لو قررت طلع كده يبقى انت بره الاولمبيات الجايه يبقى انا الديدلاين هيتقفل قبل ما انا ارجع بحوالي 10 ايام حاجه كده 10 ايام 15 يوم حاجه كده. انت محتاج اللي انت بالظبط شهر 4 شهر 4 عشان ابقى انا على الاقل يعني عندي 3 شهور 3 شهور انا كده كده ابقى بتمرن فيه العب فيها ماتشات زي ما انا عايز بسبب ان انا اتاهل وبعد كده ابدا اعمل اعداد للاولمبيات اللي هو باحتكاكات خارجيه بدوري ماسي بحاجات زي كده. المرحله اللي فاتت سافرت بره مصر ولا كان كل اعدادك داخل مصر؟ والله انا سافرت مرتين تقريبا بس على حساب انا عشان ما ينفعش حد يصرف عليا عشان حضرتك عارف القانون يعني طبعا. سافرت بحاول على قد ما نقدر ان اعمل اي حاجه ان انا احافظ على المستوى اللي انا فيه اللي انا وصلت له عشان ما ينفعش ابقى وصلت المستوى ده وارجع تاني فكان لازم على قد ما انا قادر ان لازم اضحي شويه فالحمد لله رب بحاول ان انا اكمل وان انا افضل متابع يعني. ايهاب من بصراحه شديده جمهور النادي الاهلي كان ليه عامل معاك طبعا مؤثر وقوي في اللي هو على السوشيال ميديا حسيت ان هو بالظبط ايهاب عبد الرحمن ابنهم وهو ده حلاوه جمهور النادي الاهلي. هقول لحضرتك انا يمكن سبب من الاسباب اللي خلاني اتمرن وسبب من الاسباب اللي خلاني ما احسش بالثلاث سنين او بالاربع سنين اللي بيعدوا دول ان الناس دي كلها واقفه في ظهري ان الناس دي كلها قليل اللي قال كلمه وحشه والباقي كله كانت هي اللي الناس هي اللي بترد مش انا اللي برد فده كان في حد ذاته حاجه مخلياني مرتاح يعني مش يعني الناس حاسه ان انا مش قاصد يعني لو كان في غلط الناس حاسه ان انا مش قاصد ان انا اعمل الغلط ده فده كان في حد ذاته ان الناس متعاطفه والناس فعلا عارفه ان ايهاب عبد الرحمن ما بيعملش كده فكان ده بالنسبه لي حاجه دافع قوي ان انا لما ارجع لازم اكون عند حسن ظنهم. خلينا نسيب بقى الاحزان شويه تمام. ايهاب وصلت لمرحله 89 متر تمام وكسرت حاجز 90 اعتقد في بعض البطولات. لا انا في 90 ما كسرتهاش خالص غير في التمرين بتاع كده بالظبط تدريبات مفيش لعيب في مصر دخل في 89 اقل اكتر حاجه 77 متر فرق 12 متر كان الرقم المصري كان 77 قبل ما نكسره. دلوقتي ايهاب عبد الرحمن هو بيتمرن على كام متر؟ دلوقتي بسبب احنا عندنا الاعداد بيتقسم فترات اعداد عام اعداد خاص حاجات زي كده انا دلوقتي في فتره اللي هو في 75 ل 80 من 75 ل 80 من 75 ل 80 هو 75 ل 80 ارقام كبيره جدا وزي ما احنا شايفين قدامنا كابتن ايهاب وهو بيرمي الرميه دي بتقول لها روحي يعني بتعمل ايه بالظبط يا كابتن ايهاب بصراحه؟ والله حضرتك هو انا بس في الرمح بالذات هو بص يعني بتزعق للرمح ولا بتعمل ايه؟ لا طبعا طبعا ده هوبا في يعني زي مش عارف بس هو الواحد بحس ان انا اتفصلت عن الدنيا كلها كل اللي فيها ان انا بس كل اللي انا عايزه ان انا ارمي ابعد حاجه احسن حاجه بس يعني طب قول لي حاجه مهمه جدا عايز بس تقول لي بس عشان اعرف حاجه هو الكيرف اللي انت بتطلع الرمح في ستريت لاين ولا الكيرف لازم يعلى عشان ينزل ابعد؟ هي فكرته زي الطياره بالظبط بالظبط يعني لو بيبدا يطلع بالسن بعد كده يبدا يمشي يتعدل بعد كده يبدا ينزل تاني يعني وانت بترمي التكنيك بتاعك بترميها لاعلى
لا مش اعلى، هي زاويه معينه. زاويه معينه، زاويه معينه. المفروض من 30 ل 36. انا قبل كده ايام زاويه، بالزاويه، ايام ما كنت انا في بطوله العالم، ولما عملت اول عالم، عملت ثاني عالم واول كاس عالم قارات وال 89، كانت زاويتي 29. وده كان المفروض توصل ل 36. انا جيت 2016 اشتغلت على الحته دي كتير جدا، لدرجه ان انا الحمد لله ربنا كرمني وعملت ارقام في فتره الاعداد، كانت بالنسبه لي ان هي كفيله جدا ان انا انزل اكسب بالارقام دي. فاشتغلت عليها كويس جدا ولقيت ان هي بتفرق فعلا يعني. حتى انا دلوقتي شغال على الحاجات دي دلوقتي اهو. كابتن ايهاب، من وجهه نظرك اكيد بتتفرج وعارف مين الابطال والمتنافسين، لان انت حاجه بتبص لبعيد شويه. تمام. بس الثلاث سنين، لكن النهارده اكيد بتبص في زاويه ضيقه جدا، اقل من سنه وهتلعب ابطال ان شاء الله باذن الله قافيه فك، وتقدر تلعب ابطال عالم. شايفهم كابتن ايهاب عبد الرحمن فين في وسط ابطال العالم دلوقتي؟ انا كل اقدر اقول لحضرتك ان السنه دي كان في بطوله عالم. كان في بطوله عالم خلصانه 86 متر. فتخيل حضرتك خلصانه 86 86 متر، بطوله العالم 86 متر، في حين ان الاولمبياد بتبقى اضعف من بطولات العالم دايما. ليه؟ أنا اعرف ان الاولمبياد هي اقوى محفل عالمي، هي اقوى العالم. هي اقوى كبطوله، انما كارقام اللعيبه كلها بتبقى رايحه قلقانا اربع سنين، ما بتتعملش غير كل اربع سنين. فطبعا مش بيبقى كل واحد يعني، كل واحد بيبقى قلقان عايز يكسب، فاوقات فدايما بتيجي بالسلب على اللعيبه عكس بطوله العالم. بطوله العالم انت كل سنتين، فكل اللعيبه يعني لو خبط لو وقعت في دي لسه اللي جايه بعدين. مين من ابطال العالم كلم كابتن ايهاب او بيسبورت معايا الموضوع بعد ما حصل الكلام ده؟ لا انا في اللي هو فنلندي، بطل العالم الفنلندي تيروبيت كماكي، بطل العالم اللي انا كنت لعبت معاه الكيني يوري سيجو، تيشيكي فيتسلافيسلي، ناس كتيره جدا يعني بيسبورتوا جدا وبيكلموك عادي خالص. بالظبط، لدرجه حتى في واحد فنلندي اسمه انتي برضو بطل عالم اولمبي برضو. الناس دي كلها، لدرجه ان هم كان في تصريحات الناس كلها كانت تقول لا هو ايهاب مش محتاج ان هو ياخد هرمون تستوستيرون، مش محتاج ان هو ياخد حاجه، هو عنده ما يكفي من الموهبه ان هو يرمي بسبب الناس دي. موهوب الحمد لله، الحمد لله. كل الخبراء قالوا عليك انت موهوب مش مصنوع. في فرق ان انا اتصنع في الرياضه وفرق ان انا موهوب في الرياضه. الحمد لله. اشمعنى الرمح؟ هي جت صدفه بصراحه، عشان عشان تعالى نرجع لورا لويت. لا هي بصراحه انا كان الموضوع بالنسبه لي درجات تفوق رياضي مش اكتر. كان درجات تفوق رياضي يعني الموضوع ما كانش احتراف خالص خالص. لعند ما يمكن لدرجه ان انا ما جبت اول الجمهوريه مدارس وقالوا لي خلاص انت خدت الدرجات، انا قلت اروح بيتنا يلا روح. خلاص بقى، انا ما عرفتش اصلا، ما كنتش عارف ان هي ايه اللعبه دي اصلا خالص. احنا نعرف كوره وخلاص. مظبوط. فجي وقتها كابتن محمد نجيب مدربي، اول مره كان يروح بطوله مدارس، فشافني كويس. هناك وكانت اخر مره كمان، فشافني وقال لي قال لي طب تعالى، قلت له ماشي. فكان وقتها كان جالي عرض من كذا نادي، فانا ما كنتش فاهم، فبالنسبه لي حتى لو رحت اي نادي انا مش هتمرن. فجيت قالوا لي خلصت التارجت. بالظبط. فهم جم قالوا لي ده الاهلي عايزك. قلت لهم الاهلي عايزني؟ قالوا قلت لهم لا انا اروح الاهلي بقى. يا جماعه قالوا لي ده حتى ده تيشيرت احمر يبقى ماشي. بالظبط، ده العيله كلها وبتاع، انا هروح الاهلي، العيله كلها اهلاويه فما ينفعش. ده هناك انت هناك تاخد ومش تاخد. قلت لهم ولا اخد ولا مش اخد، انا خليني في النادي الاهلي. حتى انا جيت النادي وكده، بعدها بقى جيت لكابتن محمد. بصراحه كابتن محمد من اول يوم شافني قال لي انت هتبقى بطل عالم. كابتن محمد نجيب. كابتن محمد نجيب. بس اتمرس طبعا في الاول ما كنتش مصدق بامانه، عشان مش هبقى كذاب يعني. إذا كنت أنت بتقولي الأول كنت عايز تاخد درجات، ما كنتش عايز تلعب، بعد كده خلوك تلعب وبعد بالزبط. كده لا كمل. لدرجة إن أنا ما بدأتش آخد الموضوع جد إلا في 2007. أنا بادئ 2006. فروحت 2006 بدأت مرة مع كابتن محمد نجيب، من بعد امتحانات السنة في شهر 6 أو 7 كملت لعند 2007، لعند آخر 2007 بدأت آخد الموضوع جد بقى. في 2007؟ في 2007 لقيت نفسي بعد سنتين. بالظبط، لقيت نفسي بكسب وأنا تحت 18، بكسب 20 سنة، بكسب الدرجة الأولى. الله. بجد بقى. بجد بقى. والموضوع بعد كده ربنا كرمني وقابلت الاستاذ اشرف بكير في 2007. طبعا. كان رئيس الاتحاد، كان في دوره الالعاب. قال لي انت كويس وانت لازم وتتمرن وانت وانت وانت، فقلت لا طب انا اجرب. فبدات اتمرن كويس. يا لغايه اللحظه دي ما كنتش متخيل انت تقف جنب ابطال العالم ونجوم العالم. خالص خالص، ما يعني ما اعتقدتهاش خالص. مش مستوعب الامور. لا لا لا، انا اللي عندي يمكن البطوله لما عملت تاني يعني، انا لما عملت كاس عالم، عملت اول كاس عالم، قلت اهو كاس عالم يعني، مش بطوله عالم قوي يعني برضو. بس يعني ماشي، هم احنا 8 لعيبه او 10 لعيبه، فالموضوع حلو يعني. احسن 10 لعيبه في العالم، بس الموضوع حلو كويس.
لما جيت ده روحت بطولة العالم وتصفيات ونهائي وضغط وجمهور ودنيا، لا انا روحت نمت ما قدرتش بالدنيا، ما فهمتش حاجه، بقيت ماشي فعلا حرفيا ماشي بضحك وانا مش فاهم حاجه والله بجد، اللي هو انت كسبان بجد طب مبروك. بعد كده بقى بقيت اصحى كل شويه ابص على الميداليه هي جنبي ولا هي مش جنبي والله العظيم. حسيت لما كسبت بطوله العالم وجيت مصر تاني بقى فضيه كده، الاستقبال بقى بصراحه كان ده اللي حسيت ساعتها بقى الموضوع. حسيت بقى ان انا فعلا لا ده انا رياضي، طلعت بطل بقى ونجم كبير. لا رياضي فعلا، وان فعلا الناس متابعه والناس شايفه. انا قلت بقى اروح اجي زي ما فيش حد هيعرف حاجه فعلا. قلت طبعا اروح واجي، ما حد عارف مين بيلعب العاب قوه ولا مين بيلعب جودو ولا الحاجات دي. قلت هي خليني احنا العاب فرديه فطبعا مدري. بعد كده جيت فوجئت بان الجو كان حلو جدا بصراحه. اعتقد ان الموضوع اختلف دلوقتي، الموضوع اختلف جدا. طب قول لي بس، عايز اخد منك كواليس. تمام. العاب الفرديه زي ما انت كنت قلت ولا حد عارف جودو ولا حد عارف. لما بتقعدوا في المركز الاولمبي كده مع بعض وبتقولوا ايه اللي بيبقى جواكوا؟ عايزين قبليها طبعا مش دلوقتي، اكيد كل مصر عارفه مين احمد عبد الرحمن، لكن كواليس الموضوع زمان وانتوا ابطال عالم بس الناس مش حاسه بيكم. طيب انا اقول لحضرتك بامانه، مفيش لعيب بيلعب لعبه فرديه الا ما مركز ان هو نفسه يعمل حاجه كويسه للبلد دي. عشان ابقى صريح مع حضرتك، لو رحت المركز الاولمبي هتلاقي اللعيبه ما بتتجمعش غير على الاكل، وبقيه الوقت هي في التمرين يا بتتجمع في ملعب او صاله. كل اللعيبه تمرين تمرين تمرين. احنا ما بنفكرش في حاجه قد ما بنفكر ان احنا ازاي نبقى كويسين، ازاي عايزين نبقى نجيب ميداليات، ازاي عايزين نرفع علم بلدنا. طبعا كلنا نفسنا في التكريم المعنوي، الناس كلها تعرفنا والناس كلها تشاور ده لعيبه والتكريمات كلها، بس في المجمل احنا نفسنا نعمل حاجه للبلد دي. تمثيل مصر ورفع اسمها في المحفل الدولي او الاولمبي، ده هو ده التارجت عندكم عند كل اللعيبه اللي بتلعب الفرديه. هو ده كل التفكير عندنا. بتقعدوا تتكلموا في ده مع بعض بما ان انت العاب قوه وواحد تاني جودو وواحد تاني ملاكمه؟ بالظبط. يعني مثلا ممكن اتكلم مع لعيب رفع، مع محمد ياف رفع في الحديد، عشان انا عندي جزء من الحديد في اللعبه بتاعتي. بتتكلموا مع بعض؟ بنتكلم ايه اللي عمله، ايه اللي يشتغله، ايه هو بينصحني حاجات. بتوع رفع بتوع الملاكمه جري يجي يتمرنوا التحملات، هم تحس ان الرياضه كلها باب واحد. ما لعبتش ملاكمه مع واحد فيهم؟ لا الملاكمة يعني انت عارف برضه. لا ملاكمة ايه بقى؟ لا بعيد عنه. انا رمح حلو قوي. اخرك رمح في الموضوع. انا حلو قوي رمح، العاب قوه زي الفل. مش حاسس ان السوشيال ميديا فرقت كتير مع العاب الفرديه؟ كتير جدا طبعا. يعني اكتر من الاعلام المصري السوشيال ميديا اختلفت؟ لا بس برضه الاعلام بدا يعني ياخد باله كتير جدا من اللعيبه بصراحه. احنا واخدين بالنا. كنادي اهلي واخدين بالنا من لعيبتنا. لا هو أكيد. بصراحه بدا يعني بدا اللعيبه بدات تظهر، بدات الناس تعرف اللعيبه. الناس تعرف مين محمد ايهاب، مين كرم جابر، مين سارة سمير، مين الناس دي كلها، بسبب ان هم خلاص بدات الناس تشوف وشهم بقى مألوف. غير السوشيال ميديا برضو الناس بدات تنزل تمرينات، فبداوا يشوفوا نوع التمرين والحاجات الصعبه اللي هم بيعملوها، فالناس تاخد بالها من الحاجات فبدات تتعرف على اللعبه. وحتى دلوقتي بدات تنتشر الالعاب دي، دلوقتي الالعاب الفرديه بدات تنتشر، بدات قاعده كبيره جدا دلوقتي. يعني طبعا لان اللعبه الفرديه بتبقى بطل لوحده، غير الالعاب الجماعيه ممكن تكون يعني في نص الفريق. بالظبط. هو كان الاول اللي هو لازم يلعب كوره، موهوب يلعب كوره، مش موهوب يلعب كوره. دلوقتي بقى في مجال ان هو يلعب كذا لعبه، وفي الاخر الموهبه بتروح بتفرض نفسها على المجال اللي هو فيه. فعشان كده الحمد لله الرياضه دلوقتي في مصر بدات تطلع لعيبه كتير جدا. شايف ان الرياضه في مصر اختلفت عن زمان شويه؟ انت برضه لعبت في الجيل القديم ودلوقتي بتلعب في العصر اللي هو منفتح تماما في الرياضه. تمام. هو دلوقتي فرقت بكتير بصراحه. زي ما بقول لحضرتك، الاول كان ما تلاقيش مثلا في القرى والمراكز ما تلاقيش مثلا رياضه زي ما السباحه، ما تلاقيش جمباز، ما تلاقيش جودو مثلا. دلوقتي عندنا سباحه، ملاكمه، كل حاجه، رفع اثقال، العاب قوه. بالزبط. عندنا كل العاب فرديه في كل حته، في كل حته. دلوقتي الاتحادات بقت بتعمل زي مراكز، والوزاره بدات تعمل مراكز موهوبين، فبدات الناس كلها بقت في الادوات متاحه. يعني انا لما كنت بلعب ما كانش في ادوات متاحه. انا طبعا يعني ما اعرفش انا وقتها كنت هكمل ولا لو ما جاش الاهلي، بس اعتقد ان انا اكيد مش هكمل، ما انا ما اعرفهاش. طب رجعني لورا. تمام. وتعالى قول لي اول يوم لما رحت دخلت بيتك. تمام. قلت لهم انا النادي الاهلي عايزني او انا هلعب في النادي الاهلي، قلت لهم ايه؟ انا عايز اقول لحضرتك ان انا اول ما قلت يا جماعه انا جاي لي عرض كذا كذا وعرض كذا كذا، ابويا قال لي لا روح النادي الاهلي. تاني يوم لقيت ابويا سافر القاهره.
سافر فين؟ جه القاهرة على طول من الشرقية على النادي ولا ايه؟ اه جه على النادي هنا قابل المدرب وبتاع قابل كابتن محمد واتكلموا وبتاع ولا ليك دعوة انت بالموضوع خالص؟ هو كنت انا اصلا انت كنت لسه مش بطل انا ولا ناشئ فلازم ولي الامر فابويا قال لا انا قلت انت عايز ايه؟ قلت له انا اهلي انا لسه بقول اهلي كان هو تاني يوم طلع من الشغل وراح على هناك طلع من الشغل من الزقازيق على هناك على طول اتكلم مع المدرب وقال لي خلاص انت هتروح النادي الاهلي خلاص وجه المدرب في كفر صار كابتن احمد كامل قال له كابتن احمد ايهاب هيروح النادي الاهلي كويس وبعد كده جيت على النادي الاهلي بقى الصدمه لما دخلت النادي بقى قولي تهت قولي بقى اللي هو والله تهت اللي هو ايه ده انا جاي هنا بعمل ايه وبتاع اوقات كده تحس ان انت حاجه مكان كبير شويه تفتكر اول يوم دخلت في النادي الاهلي انا بقول لحضرتك اول يوم ده يعني تحس مكان كبير شويه عليك اللي هو ايه ده انت النادي الاهلي بجد والناس رايحه والناس جايه وبتاع ملعب كوره ولعيبه كوره والنجوم احساس بقى احساس تاني خالص بقى احساس انت في دنيا تانية خالص بقى يعني انا فاكر عليا التيشيرت الترنج بتاع النادي الاهلي انا كنت ماشي في النادي في البلد عندنا فرحان بيه جدا لو كنت في الصيف كنت هلبسه لو كان في الصيف برضو عادي ما فيش مكانش في مشكله النادي الاهلي يا جماعه حران مش حران تلبسه انا بلعب في النادي الاهلي يا جماعه طب قول لي بقى كفر صقر اللي طلعت نجم كبير زي كابتن ياب عبد الرحمن ودلوقتي لما بتخشها وانت بطل العالم بصراحة هم يعني اللي عندي النهاردة بصراحة من يوم ما لعبت من يوم ما بقيت إيهاب عبد الرحمن اللي عندي النهاردة حتى الوقف الناس بصراحة يعني كم احترام وكم مقابلة وكم ترحاب بشوفه لما بروح في أي مكان لا مش قادر أقول لحضرتك بأمانة يعني وهم الناس بيشجعوا ابنهم فرحانين بيشجعوا وبدأ وكمان عندنا في كفر صقر كان في لعب قوة من زمان بس كانت مقتصرة على المركز أنا من قرية فما كنتش أعرف يعني ألعب قوة بصراحة تمام من فهم لا هم كفر صقر بصراحة لا ناس يعني أنا أحب أشكرهم كلهم أهلي كفر صقر والقرية عندنا الناطورة أحب أشكرهم جدا بصراحة على وقفتهم جنبي ودعمهم الدائم لي على طول ده بالنسبة لكفر صقر ودعمهم الكبير ليك لو عايزك تواجه كلمه زمايلك وفي المرحله اللي جايه عشان نحقق ميداليات من العاب القوى في بطوله العالم او الالعاب الفرديه تقول لهم ايه؟ والله انا من ناحيه العاب القوى احنا عندنا كام لعيب انا ان شاء الله يعني انا متفائل ان هم ربنا يكرمهم في الاولمبيات الجايه دي كلهم حضور قوي جدا ان شاء الله. مين؟ مصطفى الجمل طبعا. ما شاء الله عليه. مصطفى عمرو، محمد مجدي، حسن عبد الجواد، شهاب. الناس دي اعتقد ان هم ان شاء الله رب ان شاء الله هيكون لهم يعني بصمه قويه جدا في الاولمبيات الجايه باذن الله في الاولمبيات 2020 على طول ان شاء الله يعني لو مش ميداليات هيبقوا يعني مصطفى الجمل ان شاء الله ميداليه باذن الله يا رب ان شاء الله يعني يا رب كلهم بالظبط يعني مصطفى الجمل وحسن عبد الجواد ارقامهم تجيب ميداليه ان شاء الله لو رموا ارقامهم ان شاء الله يجيبوا ميداليات مصطفى عمرو لسه لعيب ناشئ هو ومحمد مجدي يعتبروا لسه في البدايات يعني ارقام قويه جدا بالنسبه للموجوده يقدروا ينافسوا من الثمانيه الاوائل لو ربنا كرمهم حسنوا الرقم بتاعهم ان شاء الله يقدروا يجيبوا ميداليه. انا بقول لهم الناس اتمرنوا يعني اتمرن اعمل اللي عليك واتمرن بس اتمرن وحط هدف قصادك وتوكل على الله وابدا اشتغل على هدفك ما تيأسش خالص حتى لو الدنيا كان فيها ايه انت لو لثانيه بصيت عن الخط خلاص ما فيش انتهى الموضوع ما فيش نتيجه بالظبط. كلمات اخيره لاسرتك النهارده وانت كابتن ايهاب عبد الرحمن نجمنا الكبير. والله انا عايز اشكر والدي ووالدتي واختي وعيلتي كلها بسبب ان هم السنين اللي فاتت دي كلها يعني هم استحملوني كتير بالذات ابويا وامي دايما بعيد عنهم خالص فتره الوقف برضو هم يعني برضو اكتر حاجه كانت بتتعبني لما ابص في عينيهم بصراحه هم شايفين ان انا ما عملتش حاجه وعارفين ان انا ما عملتش حاجه وكان في بعض الناس الظلم صعب بالظبط وكان في بعض الناس بتقول كلام مش حلو على السوشيال ميديا فطبعا كان بوصلهم طبعا بسبب انت عارف حاجه كله دلوقتي على الفيسبوك وبتاع انا بشكرهم على دعمهم ليا وبشكر اختي طبعا اختي يعني هي تعتبر توامي بعيدين اكبر مني بس احنا على طول مع بعض على طول هي شايل همك شايل همي انا تعبتهم كتير جدا والله حتى يمكن انا خلاص يعني انا دلوقتي وانا داخل على حياه ثانيه ان شاء الله جواز وكده حتى خطيبتي برضه نفس القصه تعبها برضه؟ والله حقيقة هو الرياضه اصل الرياضه انت لازم تركز في مجال صح فطبعا لازم اوقات ما ينفعش كل شويه خطيبتك رياضيه ولا من بره الوسط؟ لا من بره الوسط الحمد لله لا عشان البيت بس ما يبقاش ايه رفع اثقال بقى عشان ما تضربش جول بيه فانا والله بشكرهم كلهم بشكر البيت عندي وبشكر خطيبتي وبشكر صحابي كلهم اللي وقفوا جنبك واحد كلهم بلا استثناء واحد واحد ما سابونيش لحظه
ويا رب اكون عند حسن ظنهم واقدر ان انا يعني اعمل الحاجه اللي ترضيهم او على الاقل يخليهم مبسوطين باذن واشكر الله. واشكر النادي الاهلي واشكر الاتحاد. كلمه للنادي الاهلي بالظبط. انا النادي الاهلي انا مهما اتكلم انا مش هوفي حقه خالص. كميه دعم وكميه حب وكميه يعني دفء في علاقه انت حياتك. انا فعلا ما حسيتش ان انا توقفت اليوم جوه النادي الاهلي حرفيا. يعني دي منظومه النادي الاهلي. انا بقول لحضرتك بامانه انا يمكن بتكلم مع حضرتك اهو. كنا بنتكلم العميد مرجان واعضاء مجلس اداره كابتن الخطيب وكلهم والمعالي وزير العام رفيع مش عايز انسى حد. كلهم النادي الاهلي كله حتى باعضائه كمان كل الناس. يعني بامانه حتى بالاعضاء ذات نفسهم انا بشكرهم جدا واجملهم ده فوق راسي عندي يوم الدين. وان شاء الله يا رب يا رب يا رب اقدر ان انا افرحهم واكون عند حسن ظنهم ان هم كلهم واقفين جنبي ان اعمل ميداليه اولمبيه. وان شاء الله اوعدهم بالميداليه الجايه دي ان شاء الله في الاولمبيات ان شاء الله لو في نصيب باذن الله ترفع علم مصر بعد كده علم النادي الاهلي على طول ان شاء الله على مصر الاولاني وباذن الله الاولمبيات اللي بعدها ان شاء الله باذن الله. متفائل معاك خير ان شاء الله جميل. بس يا رب طلب مني شخصيا موضوع ايهاب عبد الرحمن ده لازم كلنا نقف معاه. كل مصر لازم لازم نشيل عليه الايقاف. الايقاف ده حاجه مهمه عندنا ابننا وبيلعب وهو حقه ان يترفع عليه ايقاف. خلاص الراجل 16/4 حصل الايقاف وخلاص 16/4 اللي جاي يقدر يتاهل للاولمبيات الجايه. تخيلوا احنا عندنا بطل عشان يرفع ميداليه في الاولمبيات اللي جايه. اعتقد ان كل الدول لازم تقف معايا. سهل جدا عندنا الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي نقدر نتكلم معاه. عندنا ناس كتيره في علاقاتنا سياده الوزير نقدر نتكلم مع كل العالم علشان في الاخر نرفع الايقاف من ايهاب عبد الرحمن عشان ربنا يكرمه باذن الله ويفرحنا زي ما فرحنا قبل كده ان شاء الله يرجع يفرحنا تاني. ميدالية اولمبيه بطل وباذن الله يتفك الايقاف ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن ايهاب نورتني وشرفتني وسعيد جدا انك معايا. ربنا يخلي حياتك والله انا اسعد والله يا كابتن. ربنا يكرمك باذن الله ميدالية اولمبيه في طوكيو 2020 ان شاء الله. ربنا يخليك. في اخر حلقه بقول بطلنا ايهاب عبد الرحمن محتاج الدعم وانا عارف مصر لما تكون عايزه حاجه